شي ايامات بعد الزلزال جا العيد ميلاد ديالي، حطيت واحد سطوري في واتساب، شافوا منتصر والدكتور ضحى اللي تنشكرهم بزاف، وقفوا معايا وتعاونوا معايا، هما اللي عرفوني على سوفيا البقالي تا هو تنشكروه بزاف. بعد ايامات عطاني الخبر المفرح لانني غنلتحق بالجامعه الملكيه للالعاب القوى. بديت جري وانا باقي صغير، وما عمري تخيلت انني غادي نجي لشي سونتر ولا شي اكاديميه، ولكن الحمد لله الحمد لله جيت ليها. واخا بديت امكانيات بسيطه، بديت شويه بشويه، ولكن الحمد لله الان راه جيت للجامعه الحمد لله تنقرا وتنطور في المستوى ديالي. فاش كنكون كنجري تنفكر في الاحلام ديالي، وتنفكر داكشي اللي دزت منه والمعاناه اللي دزت منه، والحمد لله اليوم طفرات ليا بزاف ديال الحوايج، وتنفكر انني نحقق الاحلام ديالي، وتنفكر بان هذا الشيء اللي جيت عليه خصني نخدم عليه ونخدم على الاحلام ديالي والطموحات ديالي ان شاء الله.